دكتور خليل زي ما نقعد معاك كلام برشا السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بطول الفترة بعد 25 جويليا، الشهر الأول بعد زادوا شهر آخر 60 يوم تقريبا دور طويل وما تعمل فيهم حتى شيء. فكان في وسط الأسبوع هذايا تعيين السيدة بودن أو تكليفها بتشكيل الحكومة، هل أنه اليوم بتكليف سيدة بتشكيل الحكومة يعد ربما بداية انفراج ولو نوعا ما للأزمة، وإلا قد يكون هذا التعيين في حد ذاته خلق لأزمة أخرى؟ لأنه قاعدين نشوفوا بعض البيانات اللي يقول لك مناش باش نعترفوا ربما بالحكومة هذه، هي حكومة غير شرعية، هي حكومة ربما قد تجابه بالرفض حتى من الخارج فيما يتعلق بالمعاملة معها، ولعله يقول لك أكثر حاجة هي حكومة مؤقتة، خاصة وأن رئيس الجمهورية يقولها أنت معناها باش تكلف الحكومة اللي باش تواصل عملها حتى نهاية الإجراءات الاستثنائية. شوف، هو الحاجة تعيين مرأة معناها شيء إيجابي وإحنا سبقين، لكن أنا مش كنت في الحكومة ونعرف كيفاش المؤسسات الدولية والأصدقاء كانوا في الحكومة كيفاش أول من أول أشياء اللي يعرفوها معناها أنا كي جاي لفهمية أول مرة تقابلنا معاه وكذا باش نعمل معاك برنامج، قداش أنت شنو هي مدى صلوحيتك انت؟ نخدم معك شهر شهرين ثلاثة شهور ستة شهور عام عامين، هذا كله ما ثماش، كله ما نعرفش. يعني هذا هو الاشكال الكبير. على هذاك كان نحب بالمجد نخرج من الازمه، انه في عمليه تكوين الحكومه وبطبيعه الحال باش تقدم برنامج، هو البرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية حتى بالقانون. هي باش تكون وزيرة أولى، راه مش رئيسة حكومة، باش تكون وزيرة أولى. لا واضح، هو الفصل 17 يقول تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة تبقى التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. والتعيين مش هذاك مش إشكال، لكن تكون فرصة باش تقدم خريطة طريق. تقول أنا الحكومة راني هنا موجودة على عام، على ست أشهر، على عامين، باش على الاقل الاطراف تتعامل، تقول لي باهي وست اشهر بعد بعام ثم انتخابات نفهموا، باش تعمل باش تتفاوض انت في الجانب السياسي ولا لا؟ ولا انت فقط كما صرحت به في التويت هذاك قالت باش مكافحه الفساد، مكافحه الفساد والجانب الاقتصادي والمالي، باش العباد تفهم. لانه اليوم الاشكال في تونس هو اشكال سياسي في وضع اقتصادي ومالي صعب، اشكال باقي سياسي. كنا ننتظر، انا كنت ننتظر انه يعين رئيس الجمهوريه حد معناها انسان شخص من فريقه، للمره الثالثه انه رئيس الجمهوريه لا يختار رئيس حكومه من فريقه، مش هو فقط كان حطوا من فريقه راكم لمتوه، جبتوا واحد لا 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 من وقت سلباجي، من وقت سلباجي الله يرحمه ما يعينوش من فريقه لانهم يحبوا رئيس حكومه قد يديهم. كيفاش هشام مشيشي كان ليس من فريق ولا لا ليس من فريق شخص الدكتور زيبي ليس من فريق حملته الانتخابيه يقولوها بصراحه ليس من حزب قيس سعيد، لانه قيس سعيد عنده حزب، عنده تنسيقيه وطنيه وهو تنظيم، عنده افكار وهذا هو يمثل الركيزه نتاع حزب. شنو هي الحزب؟ هو افكار وتنظيم، هذا هو، فماش حاجه اخرى. تنظيم غير معلن كما ائتلاف الكرامه، هو تنظيم غير معلن ولا كانت ائتلاف افكار وقائمات كيف يعني هذا هو. كنا ننتظروا انه يكون سياسي من الفريق نتاعو وعنده صلاحيات التفاوض بتكليف من رئيس الجمهوريه بتنسيق معاه. اليوم الجانب اللي باش نعيشوه هو انه رئيس الجمهوريه سوف يتفاوض، ان تفاوض وان ناقش وان طرح، وهذه نقطه استفهام، في الجوانب السياسيه في غالب الظن باش ياخذ قرارات احاديه على المستوى التشريعي والمستوى القانوني وتحوير الدستور بالاستعانه بفريق من الخبراء اللي مش يكونوا مش اختارهم هو، يعني دوروا بيا حوايج بيتي. والحكومه سوف تكون ضعيفه على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لان قراراتها ماهيش باش تكون عندها مصداقيه كبيره مهما كان تركيبه الحكومه. راني مانيش نشكك في القدرات الشخصيه نتاع العباد، تنجم تكون عندك بعض الوزارات وزراء باهين وكذا كذا، جميع الحكومات المتعاقبه كان فيهم الباهي والخايب كما الاحزاب السياسيه فيهم الباهي والخايب. يعني هذا الوضع اللي باش نشيعوه باش نعيشوه، هي حكومه ضعيفه
ضعيفة لأنها ليست لها سلطة، سلطتها جاية من رئيس الجمهورية، وضعيفة بذاتها لأنها ما عندهاش برنامج، ما عندهاش تصور، وما عندهاش رؤية إلى المدى القصير أو المتوسط. عدم تحديد مدة عمل هذه الحكومة دكتور الزاوية، يعني أن يصرح السيد رئيس الجمهورية وقت التكليف ويقولها ستكون حكومة حتى نهاية العمل بالإجراءات الاستثنائية، في حد ذاته عائق ربما أمام نجاح هذه الحكومة؟ بطبيعة الحال معناها انتهاء الإجراءات الاستثنائية؟ ثلاثة أشهر، ستة أشهر، الأطراف الدولية تقول لك أعطيني موعد، نحب نعرف أنا باش نعمل معك كونترا باش نتفقوا، وأنت حاجتك بيا ما نجمش نتفق معك. يعني الحقيقة معناها اليوم من المزايدة الشعبوية أنه نقولوا أنه تونس في 2022 نجم تستغنى عن الفمي. تقلوهم بعد تراجعوا، تقلوهم بعد تراجعوا، علاش المزايدة؟ حاجتنا بالفمي لسببين، السبب الأول مالي، حاجتك بالفلوس. الثاني سياسي نتضمن. وهو الضمان الثاني هو اللي يفتح لك الباب. مرة اقترض ملا من صندوق ملا من السوق المالية، شوف قداش يعطيك. يعني وضعنا حرج جدا، وعندنا مستوى من التداين مرتفع، وفما خلاص ديون مرتفعة إلى سنة 2024، ثلاثة سنوات مستوى دفع الديون مرتفع جدا، وهذا صعب أنه بالموارد المالية الذاتية لتونس أنه باش تواجهها. هذه كل معناها مع اليوم تشوف المؤشرات الأولية لعودة النشاط بعد الكوفيد، يعني البترول ب90 دولار حاليا وباش يفوت، وفما توقعات انه باش يفوت ال100 دولار، يعني باش نرجعوا في المستويات نتاع 2011 و12 اللي كانت صعيبة. مش هذا أكثر، أنا تعرف اليوم مثلا المغرب، نحكي صباح عندي حوار كان مع معز جودي اللي يتبع بالكدا، يقول لك المغرب عامل 3 أبيل دوفر باش تشري القمح، ما لقاتش في السوق العالمية. فما شح في القمحة؟ فماش. يقول لك فما لي كونتينر ذوكم اللي موجودين في الابرات اللي نجيبوا بهم، يقول لك لأنه العالم الكل بدا باش يحضر روحه على الغولونس ايكونوميك بعد الكوفيد، دوك الناس عملت على رواحها وخذات على قبل، معناها اليوم كان باش عادي حتى كوموند في حاجة يستحيل تجيك معناها في أقل ربما من 6 من 7 أشهر. يعني هذه الكل باش يخلي الحكومة باش تكون معناها صعيبة، وثاني بجانب آخر راهو باش يحكموا عليها على الحكومة. شكون باش يحكموا عليه؟ المواطنين. مش باش يحكموا عليه في المحاكمة. تقييم. اي. سمينا مرأة، لكن المهم مش رئيس حكومة مرأة، المهم نسبة المرأة في الحكومة. هو الأهم. في المجتمعات الدولية ما ينظروش شكون رئيس حكومة، راجل ولا امرأة. ما تعبوهاش بنساء، ينظروا في التناصف. المهم هو الوصول إلى تمثيلية المرأة كبيرة في الحكومة. مش الى ان رئيس الحكومه عايز عاد الدكتور الزاوي هكا تو يعبدونا الحكومه بنساء، وبعد لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله تفشل الحكومه، باش ما يقولوش تمنى في الفشل الحكومه. يعني هذا هو المؤشر اللي بيفيد، فرصه للمراه، المؤشر اللي بيفيد هو هذا، المؤشر اللي بيفيد هي مستوى تمثيليه المراه. تو كانت نخرج حكومه فيها امراه ولا اثنين اخرين، شو يقولوا حكومه ذكوريه برئاسه امراه جوستومون اليوم بعيدا